هناك دراسات بتنتهي دلوقتي لمجمعين آخرين، واحد في مدينة بدر لتخصصات التشييد والبناء والطاقة، التشييد والبناء والخدمات اللوجستية، ده عشان يخدم في التشييد والبناء متطلبات العاصمة الإدارية الجديدة والخدمات اللوجستية لخدمة متطلبات محور تنمية قناة السويس. في 6 أكتوبر دراسات بتنتهي أيضا لمجمع آخر في تخصصات الميكاترونكس، دي اللي هي ميكانيكا مع إلكترونيات لخدمة متطلبات المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، إضافة إلى تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة احتياجات الدولة والمشروعات القومية في هذا المجال. ده تعليم فني. لما نتكلم على تدريب مهني، لأن التعليم الفني ما هوش تعليم فني فقط ولكنه فيه تدريب مهني، وده شق هام أيضا. نجد أن احنا عندنا مدرسة بتتعمل في مجمع الفيوم بتمويل مشترك أيضا مع الحكومة الإيطالية، وهي ليست مدرسة فنية ثانوية فنية ولكنها مدرسة ثانوية مهنية، دي اللي بتخرج اللي بيسمى بالعامل الماهر زي النجار والسباك وخلافه، مفروض يزاولوا المهنة بشهادات وترخيصات معينة. هذا الأسلوب أو هذه المنهجية غير موجودة في مصر. بنعمل نماذج أيضا في مجال الغزل والنسيج، في مجال تعلم القيادة، ولسه مضيين بروتوكول، ويمكن البروتوكول بتاع القيادة ده له أول مشاركة حقيقية مع الدولة للقطاع الخاص. عندنا نماذج أخرى لها علاقة بالتمريض، لأن التمريض في مصر يمكن هو حجر الزاوية للارتقاء بالخدمات الطبية أيضا. لو سبنا التعليم الفني ورحنا للتعليم العام، أعتقد أن المشروع الكبير في هذا المجال لصندوق تطوير التعليم هو مدارس النيل المصرية، وأعتقد أن في دلوقتي توجه إلى التوسع فيها. في التعليم العالي كان أول مشروعات صندوق تطوير التعليم الجامعة المصرية اليابانية، ودي تم تسليمها لوزارة التعليم العالي تمهيدا لتعميمها، وأيضا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني أو كانوا بيسموها الأول التعلم عن بعد.